احنا عملنا بطوله العالم للسيدات في 2017 هنا، وده كان وقتها سبب بناء الملاعب الجونه دي اللي هي المجمع السكواش بتاع الجونه، كان سببه استضافه بطوله العالم للسيدات في 2017 كانت كبيره جدا، كانت بطوله العالم للسيدات جنبها بطوله الجونه للرجال، فطبعا مش بعيد خالص نستضيف بطوله العالم هنا تاني. احنا بنعمل بطوله الهرم كل سنه، احنا بنعمل الجونه وبنعمل الهرم، اتنين من اكبر بطولات في العالم يعني بلاتينيين. بس بص الجونه كمكان الناس بتيجي اجازه، تيجي تقعد، انت شايف كل شويه تلاقي ناس من بره من حتت بعيد جدا، خلاص بقت بطوله الجونه واحده من اهم البطولات اللي بتتعمل في العالم. فبنقدمنا الهرم طبعا كانت بتتعمل زمان واحنا رجعناها الحمد لله بقى لنا 4 سنين أو 5 سنين، الاقصر ممكن يتعمل فيها بطوله، طبعا مصر مليانه وجهات سياحيه يعني مشجعه لحاجات كتير قوي تتعمل فيها. البطوله دي كان ميعادها في شهر في شم النسيم، اتاجل ميعادها مع ان شم النسيم بقى بيجي في رمضان، فاحنا من السنه جاي هنرجع تاني لميعادنا، فمش هيبقى في مشكله الحرب، في مشكله الهواء. ان شاء الله خير. بشكركم جميعا يعني على وجودكم واهتمامكم انكم تغطوا البطوله دي، حاجه بالنسبه لنا بتسعدنا جدا، وانا شايف الاعلام ادى دور كبير قوي في شهره لعبه السكواش في مصر. ده كان بالنسبه لنا لما ابتدينا يمكن ده كان حلم في 2009 و2010 ان احنا نسلط الضوء على لعبه زي السكواش والناس تيجي الجونه وتلقي الضوء على البطوله، فانا مبسوط قوي من اهتمام الاعلام لتغطيه البطوله، ده رقم واحد. زي ما انت بتقول هو كل سنه بيبقى في تحدي جديد، طبعا التحدي الدائم معانا هو تحدي الفلوس اللي هو لا ينتهي، لان ده ما بيبقاش سهل خالص زي ما انت قلت بعد زياده كمان نسخه السيدات، وزي ما انتم عارفين الجوائز الماليه بتدفع بالدولار ومش قليله، ومش بس الجوائز الماليه، حاجات كتيره جدا، ففكره استمرار البطوله ما بيبقاش حاجه سهله خالص كل سنه يعني. الاولى بجد ان في ناس مأمنه بالبطوله، وان في ناس احنا بنحاول نقنعها كل سنه جديده تخش معانا، ومعانا ناس رئيسيه زي اوراسكوم، وزي دلوقتي بقى سي اي بي، ومعانا كارير، ومعانا الوزارات طبعا الشباب والرياضه والهيئه، برضو الموضوع ما بيبقاش سهل لان التكلفه بتبقى عاليه جدا، فدي من اصعب التحديات اللي بتواجهني انا كل سنه ورا سنه. طبعا من الوقت اللي كان صعب قوي مش بنساه في 2014 و2015 لما كانت البطوله في المارينا، وكان الهواء بيبقى، كان البطوله انتوا عارفين كانت ميعادها بيبقى في شهر 4، احنا بس اتزقت لشهر 6 عشان رمضان، ترجع تاني السنه الجايه ان شاء الله في شم النسيم. كان بيبقى وقتها الجو هوا قوي، فكان انا فاكر الملعب كان بيبقى بيتعرض لضغوطات كبيره جدا من الهواء، فبنبقى قلقانين قوي ان الملعب يقع او يحصل له مشاكل، وكان بيأثر شويه على اللعيبه. طبعا الواحد برده ما كانش عنده خبره كبيره في التنظيم، كان بيكتسبها سنه ورا سنه، فبيبقى دايما في مشاكل. انا فاكر من سنتين برده كان موقف صعب قوي، اللي هو لما الازاز الملعب اتكسر لوحده الباك هول، ودي كانت يوميها قلنا السيمي فاينل مش هيتعمل، وانا فاكر الفكره اللي جابها كان عامل من الناس اللي بتركب الملاعب، جاب فكره ان احنا نشوف الملاعب المجمع ونشيل من واحد من الملاعب قطعه من ازاز ونركبها، وكانت قصه انا فاكر الاجانب بيبصوا له يعني اللي هو ايه الاحلام دي، بس عملناها ونجحت وقدرنا نعمل النهائي. فدايما البطوله ايه بيبقى في حاجات خارجه عن السيطره كده بتحصل، بس يعني الحمد لله بنتعامل معاها سنه ورا سنه. احنا فعلا كنا لسه حتى بنتكلم ان احنا ان شاء الله السنه الجايه احنا اوريدي في ملاعب بادل عملناها هنا بقى لها 3 سنتين، وعملنا كذا بطوله محليه، وهنعمل بطوله دوليه صغيره، بس احنا عايزين نعمل زي اللي عملناه في السكوش في البادل، وان شاء الله هنبتدي من السنه الجايه يعني هنعمل بطوله كبيره للبادل دوليه، عشان البادل زي ما انتم شايفين طبعا بيكبر بشكل كبير قوي، لعيبه كتيره جدا في العالم سواء محترفين او هواة بيلعبوه، اللعبه جايبه شعبيه كبيره جدا، فاحنا عايزين نكون، هو احنا دلوقتي مش هنعتبر من اوائل الناس، بس من يعتبر شويه لسه البادل ما وصلش المفروض يوصل له، فعايزين نبقى من اول الناس اللي تبقى عندها بطوله كبيره دوليه بادل في الجونه يعني.